الناس غرباء خاصة عندك على الشارع ياخذوها ك يعني يعملوها محلات عمارة يستفادوا منها. هسه على وراك العمارة هذه ماخذيها من ربيعها نشتريها. الأرض كان غالية؟ أي والله. لا ما غالية يعني أسعارها أحسن من قبل. فمن ربيعها جو جماعة يعني اشتروا قاع وبنوها وسووها محلات وسووها شغل. اكو ناس خفيين يعني يجي يدور له على اكثر من 10 إلى 20 إلى 100 بيت ياخذهم يعني شراء. اذا سعر البيت 10 ملايين يعني ينطي 11 او 12 مليون ازيد بالنسبه بس دي يشتري البيت. يعني البيع والشراء صار خارج المكتب وصار تحويل عن طريق الطابة. لا يوجد لدينا مؤشرات أو هناك جهات خارجية قد تشتري هذه الأملاك. ما يباع ويشترى ضمن القانون وتحول للعراقي وفق القانون العراقي الموجود، وليس هناك أي مانع قانوني من منع المواطن من بيع ممتلكاته أو شراء في مناطق أخرى. هناك لدينا حركة اقتصادية كبيرة في المدينة في موضوع البناء وبيع شراء الأراضي.